معسكر. مصر دولة مش معسكر. مصر دولة مش معسكر. طالب محاكمات سريعه وعاجله وناجزه. اللي احنا بنشوفه ده كله ظلم، والمساواه في الظلم عدل. على مبارك وعلى القياده ان تنقل مبارك مكان المستشفى اللي هو قاعد فيها الخمس نجوم، لا يروح مستشفى طهرة. هو مش احسن من الشهداء ومش احسن من المصابين. مبارك نهب البلد، قعد 30 سنة متغلغل في البلد، نهب البلد ونهب ثروات البلد. فأرجوكم لا تتعاطفوا مع هذا النصاب اللص الخائن العميل. قلنا عيش عدالة حرية، قلنا عيش عدالة حرية. قالوا علينا بلطجية، قالوا علينا بلطجية. يا طنطاوي قال لك ايه؟ يا طنطاوي قال لك ايه؟ قبل ما يمشي سعادة البيت، قبل ما يمشي سعادة البيت، قال لك قال لك موت بالثوار، قال لك اقتل في الاحرار، قال لك اقتل في الاحرار.